المباراه هتبقى المباراه مباراه نيجيريا ومصر طول عمرها مباريات كانت بتبقى قويه. بتيجي تتكلم على نيجيريا، لا فرقه طول عمرها فرقه بتنافس على البطولات، وفرقه عندها مواهب طول عمرها، نادي قوي بنعمل له حساب. اكتريه لعيبتهم محترفين بره في انديه اوروبيه، عندهم لعيبه، فرقه مصنفه من الدرجه الاولى زي مصر بالظبط، مصنفه من الدرجه الاولى، وزي الكاميرون وزي كان غانا وكوت ديفوار، دولت انديه خمس فرق قويه جدا، دولت من افريقيا، غير بقى شمال افريقيا طبعا تونس والمغرب والجزائر. المباراة كلها مباراة قوية جدا، والماتش ده طبعا ماتش بيبقى قوي قوي، لكن احنا مصر برضو مصنفة، مصر بيتعمل لها حساب، مصر بتلعب على البطولة، عندها اضافات كبيرة، عندها لعيبة كبيرة برضو، عندها لعيبة محترفين، عندنا صلاح ربنا يحفظه يا رب، وعندنا لعيبه كتير محترفين، كفايه ان عندنا صلاح والنني، عندنا النني، وعندنا طبعا سجرات كبيره جدا، و يعني دخلنا على 36 سنه او اكتر، لكن ما يتنسيش. يعني انا ماتش مصر ونيجيريا في الدور قبل النهائي في كاس في امم افريقيا 84، لا بتاع دوت انا، والناس كمان فاكراها يعني. مباراه عجيبه الشكل، وكانت غريبه الشكل، احنا كنا كسبانين في الماتش 2-0 اول تايم الماتش بتاعنا، وراكبين الماتش ولو جبنا فيه اول دقيقه في الشوط الثاني انفراد تام لطاهر ابو زيد، واخد بالك، حصلتش توفيق ان نجيب بتاع، لو جبنا كنا موتنا الماتش خالص، الماتش كان خلص، كان يبقى 3. ماتش غريب وعجيب، احنا كنا كسبانين، وبعدين هم اخر الشوط الثاني حسب لهم بين الظلم، بقينا 2-1. الشوط الثاني لعبنا احنا ضيعنا جوان، وهم يعني ما ضيعوش الا لما نزلوا رشيدي يقيني، كان عندهم لعيب كان لسه صغير في السن، وكان نزلوه اعتقد قبل الماتش بربع ساعه كده، نزل لعيب معروف طبعا في مصر وفي العالم كله، رشيد يقيني رحمه الله عليه، ومسلم جاب جون بدماغه في اخر 7-8 دقائق من المباراه، يعني جون كان غريب قوي، يعني اوفر اتعمل، طلع ركبها وحطها، راحت في الزاويه البعيده عن ثابت البطل الله يرحمه، وتعادلنا 2-2. فلعبنا اكسترا تايم، الاكسترا تايم كان الكابتن محمود الخطيب نزل في الاكسترا تايم اعتقد، و لعبنا ربع وربع ما جبناش اجوان ولا هم ولا احنا، دخلنا بقى في وجع القلب في ضربات الجزاء. ضربات الجزاء كابتن عبده حاطيني من 5 الاولين اللي انا شوت، انا نيتي من جوه انا ما كنتش عايز اشوت، موقف صعب طبعا بالنسبه لي بتاع دوت. في لعيبه قبل كده عندها خبرات في الحاجات ديت، كان هي ممكن تشوت، لكن انا فوجئت ان هو حاطيني من 5. انا قلت له يا كابتن انا تعبان، عندي شد في رجليا، وانا حاسس ان انا لو شوت هضيع. ده الكلام الله يرحمه للكابتن عبده، قال لي محمود انت كويس وبتشوت في التمرين، قلت له يا كابتن انا مش جاهز، معلش شوف حد ايش. كان الخطيب قاعد، قال لي الخطيب، يعني هو يعني الخطيب قاعد، بيبو ومصر كلها قاعد، وانا اللي هشوت وهو ما يشوتش، فكان الخطيب قاعد فقال خلاص الخطيب يشوت، دخله مكاني. وفعلا قعدنا نشوت لغايه اما جت لي الكره التاسع، وانا قاعد لقيت نفسي هما بيجيبوا واحنا بنجيب، واحنا بقيت التاسع. قالوا لي لا محمود قوم، كان ورايا ثابت البطل، كان ورايا ابراهيم يوسف وثابت البطل، بس كل الفرق جابوا جوان وهما جابوا جوان، هما كانوا ضايعين، اللي زعل بقى ان انا هما كانوا ضايعين كوره قبلنا، وكورتي دي كنا احنا ندوس فيها.
فلما ضيعتها خبطت في العارضة، رجعنا تاني بين الضرور، رجعنا تاني هم جابوا جون، وابراهيم للاسف برضه الله يرحمه برضه كان متوتر بعد ضيعها ضربه جزاء، هو توتر اكتر فشاطها برضه مش حلو صدها الجون وكسبوا الماتش. يعني الماتش ده ابراهيم ما حدش يقدر ينساه ابدا، يعني انا بالنسبه لي ما انساهوش، يعني لان يعني حزنت لان انا كنا هنفرح، يعني احنا كنا احق في الدوره دي ان احنا نوصل نهائي، كان الكاميرون الناحيه الثانيه بيلعب الجزائر، فالغالب من مصر ونيجيريا والجزائر والكاميرون هيلعبوا نهائي. كسبت الكاميرون بقى الجزائر ونيجيريا كسبتنا بضربات الجزاء ووصل النهائي، والنهائي خدته ليه؟ لان انا مش بلعب في الاهلي والزمالك، وضع طبيعي بتاع ده، وضع طبيعي تاني، لان انا كورتي كانت ممكن بتاع ده لو جبتها كنا نفوز. ما انت عارف الاهلي والزمالك احنا غير الاقاليم، ما عندناش حد بتاع ده يتكلم علينا، فالناس بيشوفوا بقى مين اللي بتاع دوت. بل بالعكس انا حتى لو كان الناس بتاع دوت جم عليا، انا كنت عامل دوره جميله جدا بشهاده الكابتن عبد الصالح حسين وبشهاده الناس، ان انا كنت من احسن ماتشات حياتي عملتها في الدوره دي، كل الماتشات اللي انا لعبتها كنت كويس فيها جدا، بس باستثناء ضربه الجزاء. لكن كابتن عبده لعبني الماتش اللي بتاع الثالث والرابع الجزائر، والراجل بتاع ده ولعبني برضه وقال لي بتاع ده انت نجم الفريق وانت بتاع دوت، وانا ما اقدرش استغنى عنك. وبعد الماتش على طول قال لي الكلام ده وقال لي انت لعيب اساسي عندي، بس انا كنت بقى يعني لا انا كنت حزين جدا وجالي اكتئاب، حتى قعدت يوم ما اخرجش من الاوضه بتاعتي بسبب ضربه الجزاء ده، حزنا على حزين على الناس. طبعا عندهم حق حتى لو بتاع ده، بس انا يعني انا عملت اللي عليا، يعني مش انا شلت الكره شويه ببطن رجلي عليت، انا كنت حطيتها بالعكس، ده الجون راح في حذاء وانا كنت مركز، بس انا من الاول انا كنت مش عايز اشوت. يعني ان شاء الله هو نجم كبير وهيبقى نجم البطوله، وصلاح هيبقى نجم البطوله، والنين هيبقى نجم البطوله، وفي لعيبه كتيره واخد بالك هيبقوا نجوم ان شاء الله. اهم حاجه هم يحطوا صوره مصر قدامهم. احنا اتفرجنا على الماتشات بتاعت امبارح واول امبارح، لا مصر بتاع ده الكاميرون برضو اوحى مش ما كانتش كويسه، او مش مصر اللي هتاخد البطوله، تتوقع مين؟ الكاميرون رغم الاداء اللي كان زارت عليه. هي بص الاداء ما تقدرش تحكم في الاداء، الاداء ده هيزيد بعد كده. الاداء طيب. هيزيد، وان عندهم هم عندهم عوامل مساعده كتير، هم بيلعبوا في نص في بلدهم وفي الجمهور، بص الجمهور بيبقى عامل ازاي، لكن الماتشات العاديه يعني اكن ماتش من غير جمهور. طبعا 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 هي دي الكورونا هي اللي تحدد بطل افريقيا السنه دي. للاسف بتاع دوت ربنا يا رب كده يبعد عن اولادنا واخواتنا اي حاجه وحشه، هم اشكالهم الكورونا هناك ولا بيبقى الواحد في الماتشات دي والبطولات دي بيبقى عايز الواحد حر يتحرك ويعمل اللي هو عايزه بتاع ده، وتبقى كده هو بتاع ده، لكن ما يبقاش مزنوق او في يعني حاجات بتمنعه. فاعتقد على مش على مصر، مش على مصر بس، كل الفرق يعني طبعا نتمنى الشفاء ليه. مصر يعني كبيره قوي قوي قوي، طول عمرها كبيره. مصر لازم اللعيبه يقولوا احنا ما خدناش البطوله في ملعبنا، قادرين. انا شايف ان مصر فنيا يعني اتفرجنا على المغرب، اتفرجنا على الكاميرون، اتفرجنا على فرق كتير، ان شاء الله مصر بتاع دوت هتوصل للادوار الاربعه، وان شاء الله يعني هيبقى ليها باع يعني الدور قبل النهائي ان شاء الله. في حاله عدم الحصول على بطوله افريقيا دايما بتطلع سياسه الاطاحه بالمدير الفني، وبعد كده عندنا تصفيات كاس عالم، شايف ان لو ما حصلش توفيق في بطوله افريقيا كان مين المدير الفني الحالي، ولا شايف ان يحصل تكتيك
مصر التجديد ده، ده جديد ده هو، لا راجل كويس، هو راجل كويس، هو راجل كويس، شغال كويس يعني راضي عن الاداء. لا عمل شكل وعمل فرقه يعني، هو برضو عمل فرقه، عمل تيم كويس وبتاع ده، بس المساعدين معاه اللي معاه لازم يبقوا يعني يشتغلوا بيه بورد الله ويقولوا له بتاع ده ويوروا له الصوره. لكن هو مش ده مدرب كبير ومسك ريال مدريد ومسك انديه كبيره جدا يعني، فهو هتجيب مين؟ الوقت قصير، اللي تعرفه احسن ما تعرفوش، هو اتعرف على اللعيبه دلوقتي وبتاع ده، وان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله ويعمل ماتشات كويسه ويخش بتاع دوت المربع الذهبي ويوصل النهائي ان شاء الله. يعني هو برده راجل عنده طموح يعني، ان هو بيلعب بتاع ده، وده هيفرق معاه ديزيجي وصلاح والنني وكل اللعيبه المحترفه دولت. وعندنا لعيبه برده بتاع دوت بيلعبوا كويسين يعني، لعيبه كويسه جدا في كل انديه مصر يعني، شفناهم في الدوره العربيه. الدوره العربيه دي كان يعني كان سهل ان هو ياخدها، واخد بالك، دخل فينا جون في الوقت الضايع بكره ثابته. لا لكن هو احسن، هو احسن وفي كل حاجه، في التكنيك وفي كل حاجه. لو في خسرنا الماتش بتاع دونس ده كنا احنا هندوس على دونس ونكسبها، وكان هيوصل نهائي والدنيا كانت هتبقى حلوه. لكن هو عنده برضه فرصه ان هو ان شاء الله يرجع اسم مصر تاني بالبطوله ان شاء الله، وياخد البطوله. احنا بنطلب له التوفيق وبنطلب للاعيبتنا التوفيق، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويبعد عنهم كل سوء ان شاء الله. الامور هتبقى حلوه ان شاء الله ونوصل النهائي وامر الله، وربنا سبحانه وتعالى موجود ان شاء الله.